اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه في سلسله الاقاليم المصريه. الاقليم الرابع، الاقليم الاشهر، امون موت خنسو، الدنيا والاقليم والعظمه والابهه. ننزل بقى شمالا شويه، ننزل على الاقليم الخامس. الاقليم الخامس اقليم نتروي، اقليم الربات، المعبود الالهتين او المعبودتين. العاصمه بتاعته كانت جبت بالهيروغليفي، بقت قفط او قبط بيه القبطية، في الإغريقي قبطس اللي هي في العربية مدينة قفط، من حوالي 30 كيلو تقريبا من الجنوب من هنا. المكان ده مهم جدا اقتصاديا، طريق قفط، طريق الصحراء الشرقية، طريق مركز، هيبقى واحد من مراكز أو الأمور اللي ارتبطت بيه المعبود مين؟ كرب للخصوبة بس؟ لا، كرب للتجارة، كان مكان تجاري مهم جدا بتتحرك منه الأقاليم. المكان بتاعه اللي هي أنبوس، أو أحد الأماكن بتاعته المرتبطة بيه كمان الإقليم، أنبوس اللي هي مدينة مركز، اللي هي نبت، اللي هي مركز عبادة المعبود ست، اللي هي طوخ نقادة البلاص، مركز عبادة طبعا فيها شغل بتري الكتير. نخلي بالنا إن عندنا اتنين طوخ في الحضارة المصرية، طوخ اللي هي إلى الجنوب من اللي هي في نطاق محافظة الألوبية في شمال بنها، وطوخ في الصعيد. وطبعا حضراتكم مش هفكركم بيه، الجمله الشهيره اللي قالها الله يرحمه الرئيس محمد نجيب لما اهل طوخ في الدلتا، اهل طوخ في الاليوبيه، كانوا بيطالبوه بان يبقى في استقلاليه وان هم ينفصلوا عن بنا، فقال تعبير لطيف جدا كان اصبح نكته درجه، وهو لا ينتقص ولا يعبر عن شيء سيء لاهلنا هناك: يا اهل طوخ انتم إلى طوخ، فهو قال أنتم لطوخ وطوخ لكم، يعني أنتم إلى بلدكم وبلدكم لكم. مركز عبادة ست، وعايز ألفت نظركم في المقاطعة دي الحاجة، يا ريت لو رحت هناك نواحي المنطقة تبص على بعض الكتابات، هتلاقي كل اللي احنا اتعلمناه وبنحكي ست وحورس وست كان وحش وست وأوزوريس وضرب أوزوريس وبهدل أوزوريس وعمل في أوزوريس، شيل الكلام ده كله على جنب، هتلاقي اللي موجود عندك هناك ان اوزوريس هو الوحش، اوزوريس هو السيء، وان الغلبان الحلو يا عيني اللي استحمل القرف والبهدله كلها كان هو المعبود ست. اذا لكن عبودي او عباده حورس ابن اوزير وايزيس بمكانتها وكل ده ادى في الحضاره المصريه مكانه كبيره لي او شهره اكتر لاوزوريس اللي تبقى الحدوته مرتبطه بيه اكتر. العاصمة بعد كده اتحركت من الإقليم إلى منطقة جيسي، جيسي يمكن أقربها شوية من التعبير اللي قاله أستاذي العزيز الدكتور عمرو عيسى، المنطقة الجانبية. الجانبية جيسي بقت في القبطي كيسي، اللي بقت في العربي أوس، اللي هي 35 كيلو، زقت شوية كده حوالي 8 9 كيلو جنوب. المعبود كان ست زي ما قلنا، وأيام ما كانت العصر البطلمي ست خرج شوية وتعبد مكانه المعبود حورس في الإقليم. من الإقليم الخامس ندخل على واحد من أشهر وأعظم وأهم الأقاليم في الحضارة المصرية، إقليم إيق. إيق يعني إقليم التمساح، وهو الإقليم السادس من أقاليم مصر العليا. الإقليم اسمه ذكر في النصوص إيونت أو إيونت نيتيرو، إيونت نيتيرو أو مدينة الأرباب أو مدينة الأوتاد أو الأعمدة الجنوبية. ايونت وبعد كده اصبحت الاله تا نترت ايونت، الاله المعبوده في ايونت، الاله المعبوده في الاقليم اللي بيقع حوالي 5 كيلو الى شمال غرب انا. المعبود الرئيسي في الاقليم هو المعبوده ايزيس، لكن لما بدخل المعبد بلاقي ان المعبوده في داخل المعبد هي حتحور، وراحت جايبه من اطف جوزها اللي هو حورس البحدتي وبقى ابنها حور ايحي، وكملوا فكره الثالوث المقدس المعروف عند ما بين دندره واطفه. المعبد اللي هناك في دندره او تانتيرا اللي هي تانترت ارض الاله، بقت تانتيروس في اليوناني، بقت تانتيرا في العربي، ومنها جت كلمه دندره يعني المكان المرتبط بيه المعبوده. المكان ذكر في بدايات النصوص، بل ان عندنا
كتله في الحجرات اللي بنسميها الكريبت الموجود داخل المعبد. بنجد في الحجرات دي على ايدينا الشمال، في الكريبت اللي على ايدينا الشمال بيذكر سيستروم باسم الملك بيبي الاول، وعلى اليمين بيتكلم على بيبي الاول ونص تحتمس الثالث اللي بيقول ان هو صلح اللي بدا عمله في عهد الملك العظيم خوفه. يعني لو صح الكلام ده يبقى المعبد بدايه الذكر كصريح في المنطقه او الكلام ده في عهد الاسره الرابعه. في الاسره ال11 عندنا بركه المتحف المصري جوه، ناقشين لطاف جدا جايين لحتحور مع الملك بنت حاطب بيتعبد اليها. المعبد دندره يعتبر واحد من اضخم المعابد، معبد فيه عده عناصر مش موجوده في معبد تاني، يعني فيه اتنين مميزي، في بقايا هيكل مسيحي، في إيسيوم او معبد لايزيس، في سيناتيريوم، السيناتيريوم ممكن موجود في المعابد التانية، البحيره المقدسه واضحه جدا، حجرات سطح المعبد ومناظر بعث اوزوريس على سطح المعبد، فيها مناظر بديعه لم تتكرر، فيها تمثيل للمعبود جب، فيها تمثيل للارباب اللي بيحيوا وبيعيدوا بالحياه مره ثانيه. المعبد معبد من اجمل المعابد، خاصة انه بيعلمني حاجة لطيفة، اني بلاحظ ان الميل بتاع المعبد هو اللي بيديني الشكل اللي انا محتاجه ليه. الميل بتاع الشكل احتياجات المناظر في المعابد. طب ليه المعبد بيميل بالاتجاه؟ لان انا عارف ان النيل بيجي عند هنا ويلف، ولان النيل المصري ماشي مع اتجاه النيل، لما لف لف المناظر مع حركة النيل لتسير في نفس الاطار بتاعها. من الإقليم 6 هنطلع مع بعض على الإقليم 7 اللي اتعرف في النصوص المصرية حوت سخم، البيت القوي أو البيت العظيم. حوت سخم اللي كان العاصمة بتاعته مدينة ديرس بوليس بارفا، أنا عندي ديرس بوليس ماجنا اللي هي مدينة الرب العظيم دي اللي هي طيبة، ديرس بوليس بارفا اللي هي مدينة الرب الصغيرة اللي هي مدينة هو نجا حمادي 5 كيلو جنوب نجا حمادي. المعبودة بتاعتها مش حتحور زي ما كتير بيقولوا، المعبودة بتاعتها هي المعبودة باد، وبالمناسبة باد دي هي اللي موجودة عندي على صلاية نربة. تلاحظوا دايما حتحور كده هنا موجودة بالشكل المقفول، علشان كده البعض بيترجم سخم مش بمعنى القوة، بيترجمها بمعنى السيسترو، ويقول لك بيت السيسترو، لأن السيسترو بتاع حتحور اللي في العصور التاريخية أصبح بيمثل على شكل باد. اتكتبت كمان بكلمة كنبت، والبعض سألها بمعنى أو قنمت بمعنى الدخلة أو اللي جوه، اللي هي الواحة اللي داخلية اللي هي واحة الدخلة، لأن أنا هبت كانت الواحة الخارجة. ليه؟ لأن تقريبا إن جزء من الواحة بتاعت الواحة الدخلة كانت تتبع إداريا الإقليم السابع اللي هو إقليم هو أو إقليم المعبودة باد. من الإقليم السابع هنقف النهاردة عند الإقليم ده، هنكمل إن شاء الله تعالى قرايتنا لأقاليم مصر من الثامن وما بعده إن شاء الله تعالى في فيديوهاتنا الجاية. أشكركم شكرا جزيلا.